تحياتي للجميع. ما يحصل حاليا في غزة محزن يعني، والجميع مستاء مما يحدث، لكن وجب التذكير أن هناك فرق بين الدين اليهودي والنظام الصهيوني الإسرائيلي الماسوني، وأعتقد أن هتلر كان يعي ذلك جيدا. هناك فرق بين الدين اليهودي كدين سماوي يعني هم من أهل الكتاب، وبين ذلك النظام المجرم، نظام الصهيوني الإسرائيلي الإبليسي. هنا شخصيا أنا تعاملت مع اليهود المغاربة قمة في الأخلاق وفي الاحترام والسلوك الإنساني، ولا يضيعون حق أحد، شهادة يعني عن تجربة. أعجبتني مؤثرة روحانية حين صلت خلال هذه في ضمن هذه الأحداث، قامت بالصلاة وبالدعاء الاثنين للشعب الفلسطيني والشعب اليهودي. لماذا؟ لأن الشعب اليهودي أيضا قالت أنه مبرمج من طرف النظام الإسرائيلي الماسوني، يعني الشعب اليهودي أيضا مظلوم، يعني لا علاقة له بالأحداث، يعني تمت برمجته وزرعوا فيه ذلك الحقد عن العرب والشعب الفلسطيني. ما يحق لنا بصراحة يحق لغيرنا، كما نحن ندافع كمسلمين عن الإسلام وأنه بريء من كل المنظمات الإرهابية ومن داعش، فأيضا الدين اليهودي هو بريء من النظام الصهيوني الإسرائيلي الماسوني، ذلك النظام المجرم القاتل الطاغي الظالم. نقطة انتهى، تحياتي لكم.